تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، دشنت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية منتدى دبي للاستثمار، والذي يعقد في دورته الأولى لمناقشة فرص التجارة والاستثمار في دبي وكيفية الاستفادة منها لتعزيز نمو قطاع الأعمال وتطوير منظومة الاستثمار وسط مشاركة دولية واسعة. أعتقد منتدى دبي للاستثمار فكرة جديدة يتم تطبيقها لأول مرة، أول مرة يعقد المؤتمر في أول مرة يتم تنظيم مثل هذا المؤتمر. يمكن السبب اللي دعانا لتنظيم هذا النوع من المؤتمر، مؤتمر دبي للاستثمار، التعريف خصوصا قانون الشراكة مع القطاع الخاص صدر مؤخرا، وكان فيه اهتمام كبير من القطاع الخاص بالاستثمار في المشروعات الحكومية، وكذلك الجهات الحكومية طبعا كان عندها رغبة كبيرة في التعرف على المستثمرين ومدى قدرتهم واهتمامهم بالمشروعات التي تكون متاحة. الجديد في هذا المنتدى أن القانون اللي صدر هذا قانون جديد مهم جدا بالنسبة لنا، نكون في جهود لعملية التعريف لهذا القانون، بالإضافة إلى عملية خلنا نقول اللي هم البزنس كونكت أو ربط المستثمرين بالجهات الحكومية المهتمة بطرح مشاريعها للقطاع الخاص. طبعا منتدى دبي للاستثمار أطلقنا لأول مرة لتوفير منصة خاصة بفرص النمو والشراكة والابتكار التي تعكسها حكومة دبي خلال السنوات القادمة من خلال المشاريع التي تقدمها الدوائر المحلية في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والمياه، خدمات الصحية، المواصلات، بالإضافة إلى الطيران والخدمات اللوجستية. يذكر أن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار تحرص على استمرارية التفاعل مع الأوساط الاستثمارية المختلفة وشرح الفرص الاستثمارية في دبي، وذلك من خلال لقاءات مباشرة بين المستثمرين والمؤسسات الحكومية المعنية لدعم قطاع الأعمال.